حالة من الذعر تخيم على الشعب السوداني منذ أيام، مع تواصل القصف والاشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع، أزمة تنذر بكارثة إنسانية في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ونفاد المستلزمات الأساسية وشح الغذاء ونقص المياه إثر تعطل محطات نيلية رئيسية، فضلا عن انقطاع دائم في التيار الكهربائي بأحياء مدنية واسعة بسبب دمار بعض المحولات الكهربائية. أي إنسان عنده مخزون حموية سواء في الصهاريج أو البراميل، مخزون نفد أو غافل النفاد، ما يعني مهم. الأزمة الصحية تتفاقم مع الحصار الذي فرضته الاشتباكات على المراكز الصحية وتدهور أوضاع العديد من المرضى وسط تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية. وفي ظل تصاعد العنف يجد المواطنون في السودان صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة، فالطرق مغلقة والمحلات التجارية مدمرة والأسواق منهوبة، مأساة حذرت منها الأمم المتحدة واعتبرتها نكسة مدمرة، لا سيما في ضوء استهداف موظفي برنامج الغذاء العالمي، ما يهدد استمرار جهود الإغاثة وتقديم يد العون للشعب السوداني.